27 hearts beat. وزارة التربية بشكل رسمي حددت موعد بدء امتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية الابتدائية والمتوسطة والإعدادية. إن شاء الله امتحانات الدور الثاني راح تبلش يوم الأربعاء الموافق يوم 18/9/2024. بالنسبة للمرحلة الابتدائية راح تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 24/9/2024. أما المرحلة المتوسطة والإعدادية فراح تنتهي امتحاناتهم يوم السبت الموافق 28/9/2024. إن شاء الله التوفيق والنجاح لجميع الطلاب، وأكيد إذا صار